النهارده وزير التموين دكتور علي مصلحي اكد ان مصر عندها احتياطيات امنه من السلع الغذائيه، من السلع الحياتيه والمهمه، ودي برضو رساله تم التاكيد عليها في بدايه تعايشنا مع الازمه، لما الناس يعني كانت بتزدحم في الاسواق، كانت بتحاول انها تخزن سلع كتير، وكان في قلق، كان دايما في رساله تطمينيه بانه الحد الادنى للسلع موجود، السلع متوفره لفترات كبيره، وانه الحد الادنى زي ما النهارده صرح وزير التموين لاي سلعه لا يقل عن 3 شهور. واعلن وزير التموين انه تم العرض على رئيس الوزراء وتم الاتفاق على ان يبدا معرض اعلان رمضان بدءا من بكره 10 ابريل لحد 10 مايو، يعني هيستمر لمده شهر كامل. الدكتور اكد كمان انه مصر عندها احتياطي كافي من اللحوم المجمده ومن الفراخ ومن السلع المهمه اللي كلنا طبعا بنستعد بيها لشهر رمضان. يا ريت نستعد على قد ما احنا عايزين، يا ريت ان احنا نحاول ناخد اللي محتاجينه. الله اعلم كل بيت فيه كم فرد، ممكن نلاقي حد واخد سلع كتير لاسباب خاصه بيه كبيت عيله مثلا، لكن كل شخص ادرى بظروفه. المهم في النهايه الهدف المرجو انه الناس تاخد قدر احتياجاتها، قدر افراد البيت والناس اللي موجوده في المنزل. خلينا نشوف تصريحات الدكتور علي مصلحي. بطمنكم زي ما قلت الاحتياطي الاستراتيجي موجود، كافة دولاب الانتاج بتاع السلع الغذائية سواء من مصانع سواء من لوجستيات سواء من نقل سواء من منافس توزيع، الحمد لله تم المحافظة عليه. وأنا بقول وأقرر أن الانتاج في هذه الفترة ربما يكون أكبر من الانتاج في الفترة المماثلة من العام الماضي، لرغبة كافة المشاركين في توفير السلع الغذائية. وهو زي ما بنتكلم على الأمان الطبي، هناك الأمن الغذائي كذلك، بالإضافة إلى الأمن الحقيقي وما نتمتع به في هذه المرحلة من سلم وأمن اجتماعي عظيم. ولكن بدون الأمن الغذائي كافة هذه الأمور قد يكون عليها علامات استفهام. وبالتالي كان من المهم ان احنا نحافظ على احتياطاتنا الاستراتيجية، نحمي منتجاتنا، ولا يتم التصدير لبعض الامور اللي احنا محتاجينها زي الفول والعدس والبقوليات، بالاضافة كذلك الى اهمية زيادة المعروض من السلع في هذه الفترة مع المحافظة على السعر والجودة في نفس الوقت.